أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلاً وسهلاً بكم في هذه السلسلة التعليمية لمادة العلوم لنتعرف على جسمنا والبيئة المحيطة بنا، فهيا لنبدأ رحلتنا. التنفس. سنتعرف في هذا الدرس على أولاً جهاز التنفس عند الإنسان والمبادلات الغازية، ثانياً صحة جهاز التنفس. إن حاجة الجسم إلى الأكسجين ماسة ودائمة، فالإنسان قد يصوم عن الطعام أياماً كثيرة ويصبر على العطش أياماً قلائل، ولكن تحمله الحرمان من الأكسجين لا يتجاوز دقائق معدودة، ويقابل هذا ضرورة التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من أكسدة الأكسجين لمواد الغذاء. جهاز التنفس عند الإنسان. تبدأ عملية التنفس من الأنف، حيث يدخل الهواء إليه فيتم تعديل درجة حرارته وترطيبه وتنقيته من الغبار بواسطة الشعيرات الموجودة في الأنف، ومن ثم يذهب الهواء إلى البلعوم وهو ملتقى الطريقين الهضمية والتنفسية. الحنجرة، وهي عضو التصويت، ومنه إلى الرغامة فالقصبة الهوائية، والتي تحتوي على حلقات غضروفية مكتملة وتنتج من تفرع الرغامة، وتتفرع إلى فرعين يدخل كل فرع إلى رئة. الرئتان، لهما بنية إسفنجية وتحتوي على الحويصلات الرئوية. سؤال، عدد أقسام جهاز التنفس بالترتيب بدءا من الأنف. الأنف، البلعوم، الحنجرة، الرغامة، القصبة الهوائية، الرئتان، الحويصلات الرئوية، والحجاب الحاجز. هل تعلم أن الرئة اليسرى أصغر من اليمنى، وذلك لتوفير فراغ مناسب لحركة القلب والمعدة؟ فالرئة اليمنى تتكون من 3 فصوص، أما اليسرى لها فصان. سؤال، قارن بين عمليتي الشهيق والزفير. في الشهيق تنقبض عضلات الأضلاع فيتسع القفص الصدري، أما في الزفير تنبسط عضلات الأضلاع فيضيق القفص الصدري. في الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز، أي يندفع للأسفل، أما في الزفير ينبسط الحجاب الحاجز، أي يندفع للأعلى. في الشهيق يدخل الأكسجين، أما في الزفير يخرج ثنائي أكسيد الكربون. المبادلات الغازية. تحيط الأوعية الشعرية الدموية بالحويصلات الرئوية، فيتم التبادل الغازي فيها، حيث يأخذ الدم من هواء الشهيق غاز الأكسجين ويطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء مع هواء الزفير. لماذا ينصح أن يدخل هواء الشهيق من الأنف وليس من الفم؟ لأن الأنف يقوم بتعديل درجة حرارة هواء الشهيق ويرطبه وينقيه من الغبار. سمي ما يأتي. أولاً عضو التصويت، ثانياً العضلة التي تستند عليها الرئتين. عضو التصويت الحنجرة، العضلة التي تستند عليها الرئتين الحجاب الحاجز. ماذا يحدث إذا نفخنا في وعاء يحوي رائق الكلز بواسطة أنبوب زجاجي؟ يتعكر رائق الكلز بسبب وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. صحة جهاز التنفس. أمراض جهاز التنفس غالباً تصيب الإنسان في فصل الشتاء نتيجة التبدلات الحرارية بين مكان العمل أو الإقامة والوسط الخارجي.
من الأمراض التنفسية؟ أولاً الرجح أي الزكام، ثانياً النزلات الصدرية، ثالثاً الإنفلونزا، رابعاً السل. هل تعلم أن لفيروس الإنفلونزا سلالات متعددة؟ منها ما يصيب الإنسان، ومنها ما يصيب الحيوان، ومنها ما يصيب الإنسان والحيوان معاً، وقد يؤدي إلى الموت، مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير. اذكر أعراض مرض الإنفلونزا. أعراضه: 1- ارتفاع الحرارة، 2- آلام في المفاصل والعمود الفقري، 3- صداع وسعال. سؤال: ما الفرق بين أعراض الرشح والنزلات الصدرية؟ أعراض الرشح: برودة في الجسم. أعراض النزلات: سعال، ضيق نفس. أعراض الرشح: عطاس. أعراض النزلات: إفراز مخاطي. أعراض الرشح: سيلان أنفي. أعراض النزلات: مظاهر اختناق. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. للاستفسار عن أي فكرة أو معلومة، تواصلوا معنا عبر العناوين التالية. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.